ده معانا الخط اللي جاي من تحت زي ما احنا شايفين. في ناس بتسالني ينفع ان احنا نركب خزانين اتنين على خط واحد وما يكونوش في مستوى واحد؟ ينفع، ما فيش مشكله. ده معانا خزان فايبر اهون مليان زي ما احنا شايفين، وادي الخط اللي جاي الرئيس اهون مغذي معايا نازله حرف تي على العوامه، ده عوامه ميكانيكيه. وبعد كده واخد كلبه اهي بسن داخلي على محبس وطالع بالماسوره اهون بالشكل ده، وجايبه معايا للخزان اللي في الاعلى، وده اللي راكب عليه العوامه الكهربائيه. العوامه دي في حاله ان انا ارفعها كده خلاص بتفصل الموتور، عباره عن مفتاح. يعني العوامه دي عباره عن مفتاح بيفصل حركه الايه الدايره الكهربائيه عن الموتور. طول ما هي فوق كده خلاص فاصل. بنظبطها احنا على مستوى ان البرميل يملى على الاخر بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ورفع عين التقل فوق. لو انا عايز البرميل نصه بنزل التقل ده تحت، وسنتر المسافه ما بين العوامه وما بين التقل زي ما بين التقل وما بين الدخول بتاع الايه البرميل. يعني انا عندي دول من اول دخول السلك لغايه التقل مثلا 50 سنتي بالفرض، يعني يبقى انا عندي من تحت برضه من التقل للعوامه 50، نفس الايه بقسمهم على الاثنين. يعني لو نزل متر بحط التقل في نص المتر. 60 سنتي السلك من اول ما هو داخل لغايه العوامه 60، بخلي التقل على 30 في نص المسافه كده. هو نازل معانا المفروض كده ان هو يشتغل، بس ممكن تكون المية ضعيفة شوية تحت، ممكن يشتغل دلوقتي معانا. الحاجة التانية اشتغل معانا هو طبعا، لان المية اللي داخلة المبنى شبكة قديمة خالص بقالها اكتر من 40 سنة ومواسير حديد، فالمية اللي داخلة يعني ايه ضعيفة شوية. وبنيجي في وقت مثلا في وقت صلاة الظهر كده بتبقى السحب شوية يعني كتير على المية داخل المبنى، هتبقى المايه ضعيفه. ده اللي راكب ده موتور دلوقتي في الخامس، ده موتور واحد حصان. يبقى انا عندي كده المايه شغاله اهي، اللي بتحكم عندي في وسط الموتور هي العوامه دي. ما ينفعش ان انا اركب العوامه الكهربائيه دي على الخزان اللي في الاسفل، ما ينفعش اركبها على الخزان اللي في الاسفل. لو انا ركبت هنا عوامه كهربائيه اللي فوق ده مش هيطلع له ميه، فالصح ان انا اركب عوامه ميكانيكيه اللي هي العوامه الكوره دي. دي راكبه اهي زي ما احنا شايفينها والخزان مليان. خلاص ده بيفضل مليان على طول، ما بيخسش غير لما اللي فوق يفضى، وان ايه وعلى حسب سحب الايه الاستخدام بتاعنا بتاع الميه. زي فكره برضو ان انا اركب موتورين اتنين على خط واحد برضو، برضو لسه عامله ان شاء الله هنزله حضراتكم، ان بنركب على كل موتور شيك بلف عشان ما ياخدش هوا. بنعمل زي فرعتين زي بطاريه او حرف تيه، ما ناخدش الموتور من موتور. يعني ما ينفعش نوض موتور ونركب الثاني على نفس الخط بعد منه، لا احنا بنسحب حرف تي زي بطاريه كده زي ما انا عملت بطاريه توزيع. ومن البطاريه دي بركب على الفرعتين، كل موتور على فرعه وكل موتور بيركب له شيك بلف عشان ما ياخدش هواء من الموتور الثاني. و دي طبعا توصيلتها سهله خالص زي ما احنا شايفينها، بتتوصل السلك على الموتور على طول. ليها ثلاث اطراف، لو انا عايزها تشتغل خزان ارضي بتشتغل معايا على خزان ارضي، عايز اشتغل في خزان افق كده زي ده بتشتغل افق. يعني ممكن اخليها تشتغل العكس، ان هي تبقى تحت كده شغاله وفوق فصل. لو خزان في الاسفل في العالي كده على مثلا على ضهر السطح بنخليها تحت كده تشتغل فوق تفصل. لكن لو عندي خزان ارضي تحت البيت بخليها العكس، بخليها العكس يعني بتشتغل تحت تفصل وفوق تملى، زي مثلا عوامة الخزان كومبينيشن مثلا بنفس الايه المعنى يعني. فهي بيبقى فيها ثلاث اطراف بنعكس، بس بنعكس الطرفين. وان شاء الله كده الناس بتستنى برضه على سعرها، مش غاليه تقريبا حوالي 150 او 200 جنيه، يعني من 150 ل 200 مش غاليه. ودي بديله للفلوماك، بس هي فيها مشكله. ايه هي المشكله؟ لو انا حبيت اركب دي عندي في البيت ومركبها على خزان زي كده عندي على البيت، والخزان اتملى وهي فصلت، يعني رفعناها كده كده الموتور فصل، انا رفعتها اول الموتور فصل. طيب لو هي فاصله معايا والموتور فاصل وحبيت افتح حنفيه في اي شقه عندي في الحمامات الموتور مش هيشتغل، وهي دي العيب بتاعها ان هي بتفصل حركه الكهرباء عن الموتور، ما يشتغلش. حتى لو فتحت حنفيات تحت في الاسفل مش هيشتغل الموتور غير لما الخزان يخس معايا. وان شاء الله يا رب نكون قدمنا لكم حاجه مفيده، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.